اهلا بكل الذين انضموا للاستماع الى راديو بلدي اول راديو عربي امريكي ويعنى بقضايا العرب في المهجر. برامجنا في راديو بلدي كل يوم جمعه من 8 وحتى 9 صباحا مع ليلى الحسيني في بث حي ومباشر عبر WNZK راديو 690 AM. صباح الخير بلدي, صباح الخير لكل مستمعينا. Welcome to Radio Baladi, the first Arab, Middle Eastern and American simulcast radio show. Radio Baladi is broadcast every Friday morning on WNZK 690 AM from 8 until 9 Eastern Time on Good Morning Michigan with Layla Al Husseini. Our call in number 248-557-3300. And now, stay tuned for the best radio talk show on Arab and American issues with your host, Layla Al Husseini. يمكنكم الآن متابعة برنامج سوا على الهواء على قناة Music Life عبر Dish Network Channel 633. البرنامج يبث لمستمعينا يوم الثلاثاء الساعة 8 صباحا حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة في ميشيغان وتوليدو وأوهايو ووينزر كندا على الموجة المتوسطة WNZK 690 AM, ولمستمعينا في مناطق واشنطن وفرجينيا وميريلاند على الموجة المتوسطة WDMV 700 AM. يمكنكم الاستماع للبرنامج عبر الاتصال من أي هاتف على الرقم 702-489-0120. يتلقى البرنامج اتصالاتكم مباشرة من داخل الولايات المتحدة على الهاتف رقم 248-557-3300, الإضافة عبر سكايب US Arab Radio. للاستماع للبودكاست usshammedia.com. أسعد الله صباحكم بكل خير ومرحبا بكل الذين انضموا إلينا في هذه الفترة الصباحية تمام 8 صباحا. برنامج متميز هذا الصباح يجمعنا بباقة من سفراء النوايا الحسنة حول العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. هناك قافلة ستنطلق في المغرب تحت عنوان الدبلوماسية الموازية في خدمة القضايا الوطنية. هذه الدعوة من عدة منظمات حقوقية وإنسانية ومرتبطة بمنظمات دولية تواصلت مع عدد من الشخصيات الهامة في مجتمعاتها والتي عملت حثيثا من أجل أن يكون لها دور فاعل في مجتمعاتها. هذا الدور المناط بسفراء النوايا الحسنة اختارتهم بعناية ليكونوا جزء من هذا جزء من هذه القافلة لتسلط الضوء على عدة قضايا إنسانية. معي على الهواء مباشرة الدكتور فتحي الناطور. دكتور فتحي, سعادة السفير دكتور فتحي الناطور, صباح الخير. صباح الخير لك وبرحب بحضرتك مباشرة عبر أثير صوت العرب من أمريكا, وإطلالة على مستمعينا لنلقي الضوء أنا وأنت معا على هذه التظاهرة الجميلة لسفراء النوايا الحسنة والتي تشرفت أن أكون جزء من هؤلاء وتشرفت باختيارك لإحدى السفيرات عن الإعلام المهجري وأتمنى أن أكون كذلك. دكتور فتحي, باختصار هل لك أن تقول لنا كيف اخترت بعض من السفراء؟ تحدثنا عن المنظمات التي تقف وراء هذه القافلة تسليط الضوء على قضايا في العالم العربي وحول العالم. حقيقة مبادرة القافلة الدولية الأولى لسفراء النوايا الحسنة هي مجهود كبير وتفكير مشترك العديد من السفراء النوايا الحسنة والإعلاميين في العالم, نظرا لأن هذه الشخصيات التي تم منحها لقب سفراء نوايا الحسنة هم عبارة عن رسل سلام ومحبة وإخاء لمجتمعاتهم
نظرا للكوارث الطبيعية والإنسانية التي تحدث في مجتمعاتنا الدولية والعربية من انتشار الظلم والقهر والقتل والدمار والتعصب الديني والتجهيل والجهل المقصود والغير مقصود. لذلك كان هناك مبادرة أخلاقية أنه يجب أن يكون هناك تجمع وهناك لقاء لهؤلاء السفراء لنخرج في رؤية مشتركة. لعل وعسى أن يكون عام 2015 هو وضع بصمة وبلسمة العديد من الجروح المنتشرة في عالمنا المتشتت والذي يعاني من الكثير من الكوارث. لذلك أتت المبادرة من خلال اللي هو العمل الكبير في اختيار 20 سفير من بين 150 سفيرا عبر العالم. وكانت هناك أيضا اللي هي منظمات دولية اللي هي الاتحاد البرلمان الدولي، المعهد الكندي، الهيئة المنظمة الدولية للسلام العالمي، والعديد من هذه المنظمات التي ترتبط ولديها شراكات مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. هذا العمل لم يكن سهلا جدا، بالعكس هذا جهد كبير أن تستطيع أن تختاري وأن تميزي من بين مئات السفراء ومن دول مختلفة وثقافات مختلفة لتتمكن من تجميعهم في مكان واحد وفي زمن واحد في هدف واحد. وكانت الرسالة رائعة جدا، هي في مملكة المغربية. المملكة المغربية هي نظرا لتمتعها بالاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، وأيضا للنظرة الثاقبة لجلالة الملك محمد الثاني، اللي طبعا منح وأعطى الدبلوماسية الموازية فرصة كبيرة لتوازي ولتساهم في المساعدة في تقليل الفجوة بين الطبقات والفوارق الموجودة. لذلك كانت المبادرة لتكون في مدينة العيون. مدينة العيون هذه المدينة التي تقع في الصحراء، نظرا لوجود هناك قضية إنسانية وعالمية يعاني منها الكثير من السكان. وأنت تعلمين ما هي، هناك العديد من المنظمات الدولية تعمل، ولكن أيضا المبادرة أتت ليطلع السفراء وليروا بأم عيونهم ما هي الحقيقة الموجودة هناك، طبيعة الحياة، كيف يعاني الناس وكيف يعيشون، ما هي احتياجاتهم، ماذا ممكن أن نقدم نحن كسفراء متنوعين من أطباء ومحامين وإعلاميين ومهندسين. لذلك هذه القافلة أتت لهذه المدينة من أجل بلسمة العديد من المهمات الطيبة والإنسانية. لذلك نسعى نحن إلى أن نعمل كيدا واحدة. وبالنسبة لاختيارنا للسفراء، اختيار السفراء، ولنأخذ مثالا زميلي ليلى، دكتور فتحي هناك صوت يأتي من خلفية، لا أدري إذا كان هذا من الخلل من عندك، نتمنى أن تحاول تلافيه لنستمع إليك جيدا. سعادة الدكتور فتحي الناطور تنضم إلينا من النرويج. دكتور فتحي، نعم، ممكن اعمل تحويل للاتصال من الجهاز الان، لأنه نسمع اليك بشكل جيد جدا، لكن ممكن جدا معنا ايضا على الهاتف سعادة الدكتور محمد عطا، رئيس منظمة البرلمان الدولي المتعدد الاغراض، معنا ايضا على الهاتف، بامكانك ايضا ان تسويتش كول دكتور فتحي ريثما نكون على تواصل مع سعادة الدكتور محمد عطا، رئيس منظمة البرلمان الدولي المتعدد الأغراض. Good morning, Your Excellency, and thank you so much for joining us this morning on Radio Baladi to shed light on the great cause for the wonderful organization. Could you please tell us a little bit about the organization? Hello?
فقدنا الاتصال بالدكتور محمد عطا. طبعا يحاول التواصل معنا من باكستان مباشرة. فاصل للإعلان ونكون على تواصل في برنامج مفتوح مع العديد من سفراء النوايا الحسنة. طبعا لدي قائمة بعشرين سفير مشارك بهذه القافلة الدولية. نذكر منهم دكتور معن ذكرنا سفير الشباب والرياضة في الشرق الأوسط ممثلا عن فلسطين، دكتور حيدر السعد سعدي عراقي سفير سمبوديا ورئيس المركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية وحقوق الإنسان من العراق، دكتور الشيخ فارس الطائي من ألمانيا سفير السلام العالمي ورجل أعمال، أيضا البروفيسور الدكتور محمد غنايم من سوريا سفير التربية والإعلام ورئيس جامعة الحياة الدولية ببيروت عضو بالأمم المتحدة، أيضا آتيا ممثلا عن سوريا الأستاذة عهود الشركاشي من أمريكا سفيرة المعهد الكندي وكاتبة دائرة الهجرة، آتيا أيضا من أمريكا دكتورة جيهان جادو فرنسية سفيرة المرأة مترجمة بقصر فرساي بفرنسا، والأستاذة مايا أميروس بريطانية الجنسية سفيرة المرأة والطفل وكبار السن وملكة جمال الأمم المتحدة أكاديمية أمرس بريطانيا. نعود معكم لاستكمال قائمة الأسماء. معنا سفراء أتوا من خلفيات متميزة ليشاركوا هذه القافلة في تسليط الضوء على قضايا إنسانية. نعود معكم إلى باكستان ودكتور محمد عطا رئيس منظمة البرلمان الدولي المتعدد الأغراض. Your Excellency, you're back again with us. Yeah. Good morning and thank you so much for joining us this morning. I was asking you about the wonderful organization. If you can please shed light mission and vision and what is it yeah. all about? Thank you very much for giving me this opportunity. I would like to introduce first myself. I am Mr. Muhammad Asaur Rahman from Pakistan, President of the Multipurpose Inter-Parliamentary Union and also the Goodwill Ambassador of WONN Canada. Global Peace Partners Inc. USA. The Multipurpose Inter-Parliamentary Union is a new concept of the world peace and human rights because we are working on the social media mainly, like Facebook, Twitter, and other Skype, etc., to collect all around the world the people who want peace and who want human rights. The Multipurpose Inter-Parliamentary Union's vision is very clear that we want to achieve a sustainable, peaceful coexistence using human rights and good governance, education, that ensures the security and freedom of all people by access to justice and promotion of human rights, good governance and peace-building reconciliation. It's a wonderful vision and mission and views, Your Excellency. I would like really to ask you to explain the role of the ambassador of Goodwill in general, of AIR. You just said it is not just a title, it is an action. Yes. So I would like to focus on this today with you. First, it's very important to know the definition of Goodwill ambassador for all the listeners of this media. Yeah. So I first want to introduce the definition of the Goodwill Ambassador. An authorized messenger or representative from any organization which is registered with the UNO or officially with any other country, which is legal, legitimate in every respect. Okay? Yes. So he is the volunteer. He is the volunteer individual of that organization who always look peace, who always talk about peace. Okay? Yes, I'm listening, Your Excellency. So it's really it's not it just a title. It is
an action, people working in their community and being selected to continue the work in relating to shading like people suffer and struggle and eliminate discrimination, bigotry, and other great missions we are missing around today's world. Do you agree with me, Your Excellency? Yeah. More than this, also, I would like also to ask you, how was the group formed? Meaning, my understanding, there how was? How was the group formed? Meaning, it is 20 ambassadors being selected to be go to Morocco during those during the group will speak about very important issues and come up with a statement, final statement. So, how did you choose those ambassadors? Yeah, because these are the people who are working for peace, who are working for human rights. Okay, so the conference in Morocco will bring all these people together for and ideas and strategies will be discussed there for the global peace, and these are all around the world. So it will be benefit to other countries, to the other part of the region, that when they'll go to the own country, they'll spread the mission, the ideas, the aim of the conference, that we are looking for peace and rights. That's going to be December, between 17 to 20 of December. Those group will be in Morocco and send a strong message. Could tell us and our listeners what is the message will be, please? Your Excellency, you still with me? Yes, I'm with you, but your voice is not clear. My voice is not clear. Okay, I'm so sorry. I'm trying maybe there is a connection between us. I said the conference will be between 17 to 20 of December in Morocco, and there is a message we'll send out to the world on behalf of the Goodwill ambassadors. What is the message? It will be from your side. Oh, from my side? Right. The message to the world is that we have this chance only. The generation which we are going in this generation is, we have only this chance to minimize, to remove our conflict within countries, within countries and with countries. Yeah, because we talk that we are working without racial, without religious, without any other color differences. But why we fight with each other? It's a good question, Your Excellency. It's a very good question. What's going on in the Arab world? Why are we fighting there? Don't you think it is for our freedom? This is the main message. Right. My message is to all the world, and especially the people. You know that millions of people are working on the Facebook. Right. I saw daily number of people were posting on peace, right, peace. Right. But what is peace? Yeah, we the world is under fire this time, mm-hmm. and the people who are working on the social media for peace is increasing. So they have to play their role. They have to play. They have to come out. They have to come out in the field to show their nation, to show their government, to show the kingdom that we should remove conflict within country and with countries, and reduce violence, really. And we can address justice by peace messages as well. Do you agree with me, Your Excellency? Yeah, because you see that
We have been provided opportunity that we have one village, we have global village, yeah? So when we are living in a village, it should be clean, it should be beautiful, it should be nice. Dr. Muhammad Atta, thank you so much for joining us today and sharing light about this wonderful cause and wonderful group will be together in Morocco during the period of time, December 17th to 20. Sure. Thank you so much for joining us today. Thank you so much. Thank you very much for providing this opportunity. I'll later on will show you something more about the inter-parliamentary union. We will be, Your Excellency will be in touch with all of you again and again until this trip will happen. And I guess this is just to shade light about what's going on and about the excellent history for those, the Goodwill Ambassador who's been chosen carefully to be Goodwill Ambassadors and send this wonderful message to the world. Yeah, the Goodwill Ambassadors have been chosen very carefully for this content. I hope that they'll play a major role, a main role for the peace. Thank you so much, sir. Thank you. We will go back for a quick commercial break, and I guess Dr. Natour back with us. Quick commercial break, we'll be back with you. تدعوكم محلات بيبسي للعرائس لمشاهدة أرقى مجموعة من بدلات العرائس للموسم 2015 لمصمم الأزياء الأمريكي العالمي ديفيد تاتيرو لمدة 3 أيام فقط 14 15 16 نوفمبر حتى نهاية هذا الأسبوع فقط سارعوا واحجزوا مواعيدكم بالاتصال على بيبسي برايدل للعرائس على الهاتف 248-669-9999 248-669-9999 خصم خاص من خلال العرض فقط $250 على أي بدلة عرس الأسعار متميزة تبدأ ب $1,700 فقط 14 15 16 نوفمبر سارعوا واحجزوا موعدكم على الرقم 248-669-9999 Betsy's Bridal Formal presents designer David Tatero 2015 Bridal Collection Trunk Show in our store in West Bloomfield, that is Long Island, on November 14th, 15th, 16th by appointment only. Please call 248-669-9999. Appointments are limited. Wedding gowns starting at $1,500 and there will be also a $250 Trunk Show special. Please call 248-669-9999 to make your appointment today. Jumana Kairouz. You've seen her images on giant billboards across the metro. Jumana Kairouz. You've seen her images on buses across the city. Now get to know Jumana Kairouz. The war broke out in my home country, Lebanon. I was 11 years old. And I saw a lot of bloodshed and inequality and poverty. You can't grow up in an environment like that and not be affected by it and not want to make a difference. I graduated from Yale University with a master's in ethics. I speak four languages. It has always been innate in me fighting for the underdog and trying to do whatever it is I can to make a difference in the world. Let Jumana Kairouz protect your rights. Call the law offices of Jumana Kairouz at 1-866-YOUR-RIGHTS, extension 100, or visit yourrights.com. بصباح الألف الثالث بعد فجوع في أطفال مشردين وبكي ودموع خلينا ننهي الحروب يا دول القوية لا للفقر لا للأهر لا للعنصرية الآن انضم إلي كوكبة رائعة من سفراء وسفيرات النوايا الحسنة الذين تشرفت بانضمامي إليهم ضمن قافلة ستكون في المغرب في الفترة ما بين 17 إلى 20 ديسمبر
طبعا تحت عنوان الدبلوماسية الموازية في خدمة القضايا الوطنية. لدينا أكثر من 10 أطفال يموتون يوميا في المنطقة العربية، ما بين جائع أو مريض أو مدافع عن أرضه، ما بين ضحية أنظمة أو جماعات إرهابية. مئات الأمهات الثكالة كل يوم، زوجات أرامل في سوريا مسرح الحرب من كل صوب وحدب، في العراق جريح من ويلات الطائفية التدخل الخارجي، في لبنان أيضا ما تزال الأمور غير مستقرة، ليبيا الشقيقة، الصومال جوع تشرد. ماذا يحدث في العالم؟ هل تسلط القافلة بهذه الكوكبة الرائعة لسفرائنا الضوء على قضايا إنسانية؟ دكتور فتحي نعود إليكم وهذه الكوكبة من سفرائنا الذين انضموا الآن إلينا لنحاورهم حول هذه الرحلة وهذه القافلة تحت عنوان الدبلوماسية الموازية في خدمة القضية الوطنية. دكتور فتحي معنا؟ نعم عم بسمعك. يا ريت انه يكون عندنا نعم حاليا نمر سريعا على لبنان، ليبيا، العراق، المغرب، مثلا للصلات الصحيحه. دكتور فتحي يا ريت صوتك غير واضح، دكتور. هل معنا دكتور فتحي؟ نعم عم بسمعك. تمام، هلا بنسمعك. تمام تفضل. اعرف ان يعني تواصل مع العديد من السفراء من كل انحاء العالم انضموا اليك عبر سكايب، يعني هذا عمل نحاول ببساطه ان نسلط الضوء على هذه الكوكبه الرائعه، ولكن سيكون لنا لقاءات اخرى ايضا. دكتور فتحي من انضم الينا الان لو سمحت سريعا؟ الان معنا السفيره بشرى من ليبيا. نعم. السفيرة عهود من العراق ولها الآن في أمريكا، وأيضا السفير حيدر السعدي، الدكتور حيدر من العراق، والسفيرة والمستشارة الإعلامية رندا من بيروت. مرحبا بكم سعادة السفراء معنا من كل أنحاء العالم. ممكن أن نستمع بداية دكتور إلى يعني المسج، كنت تحدثنا عن المسج قبل انقطاع الهاتف، وايضا انتقل الى سيادة السفير مولاي الفاضل ليحدثنا عن فكرة القافلة من اين اتت، ومن ثم نتعرف على السفراء الذين انضموا الينا الان بشكل سريع. تفضل دكتور. استاذ مولاي حنضطر ندخله الان لانه نعم. فقدناه، ولكن هلا نعم مولاي يعاني من مشكلة في الاتصال. ممكن نتحدث إلى سيادة السفيرة بشرى الهويني، انضمت إلينا. سيادة السفيرة هل تسمعيننا؟ سيادة السفيرة بشرى هل تسمعين؟ مرحبا. صباح الفل لحضرتك سيادة السفيرة، وأرحب بك وأتشرف بك من خلال صوت العرب من أمريكا. إليك قدمي نفسك إلى مستمعينا، ولماذا انضممتي إلى هذه القافلة سريعا لو سمحتي؟ نعم، مبدئيا أنا بشرى الهوني، شاعرة وإعلامية ليبية، سفيرة نوايا الحسنة لحقوق المرأة والإعلام بليبيا لدى منظمة الاتحاد البرلماني الدولي متعدد الأغراض. أيضا أنا الممثلة الرسمية بليبيا لمنظمة الاتحاد الدولي للإعلام الإلكتروني، كذلك رئيسة المنظمة الليبية للصحافة وحيادية المعلومات. مرحبا بك سيدتي، وشكرا لك على المشاركة في إضاءة سريعة، نعد أنها ستكون متتالية ولدينا إضاءات أخرى وبرامج أخرى معكم إن شاء الله. لماذا قررت المشاركة في هذه القافلة سيادة السفيرة بشرى؟ طبعا هذه القافلة بصراحة هي رائدة من نوعها، هي على ما أعتقد يعني المبادرة الأولى على مستوى العالم، فالمشاركة فيها هي واجب وشرف وفخر لنا. نعم أسمعكم سيدتي. فكما قلت المشاركة في هذه نعم نستمع سيدة بشرى.
ننتقل إليك دكتور فتحي. دكتور فتحي تسمعوني؟ معك أنا معك. نعم. وأنا بدي أحول. الأصوات متداخلة، لا أعلم هل السؤال موجه لي. نعم نعم، كنت أتوجه بالحديث لك سيدتي، تفضلي دكتور فتحي. دكتور فتحي نعم، لندخل الدكتور مولاي الحافظ لو سمحت. نعم مولاي معك أختينا. نعم أستمع. للأسف يبدو في خلل في الصوت. سأكون محاورا معك زميل ليلى. زملائي الأفاضل، أرجو الانتباه أن الوقت ضيق جدا لكل السفراء الموجودين، معنا 3 دقائق لكل سفير، يا ريت أنه يكون يركز في السؤال. السؤال الهدف من مشاركتكم بهذه القافلة وأن ندخل مباشرة، ما هو الهدف وكيف تشعرون وماذا تفكرون أن تكون هناك مبادرتكم؟ زملائي الأفاضل المستمعين الأعزاء، أيضا الآن انضم لنا المنسق العام مولاي حفيظ، يا ريت الأستاذ مولاي تعطينا الفكرة عن النشأة وآليات التحضيرات التي تجري على قدم وساق من أجل أن يشارك جميع السفراء في هذه القافلة الإنسانية العظيمة التي سوف تكون الأولى والمبادرة الطيبة على مستوى العالم. لك المايك تفضل. أيوة نعم، أعتقد دكتور هناك خلل في الصوت أو في كيفية إضافة. لدينا مشكلة في زميل مولاي. نعم. الصوت ليس لم نسمعك زميلنا مولاي. إذا سفيرة بشرى عم تسمعينا؟ ايه نسمعكم بس الصوت دائما يصل متأخر. اكيد، يا ريت ننتبه سريعا. انت فقط الهدف من مشاركتك في هذا، ما هي رسالتك ضمن هذه القافلة؟ القافلة دكتور فتحي، اقترح ان نقوم يعني نخرج فاصل الاعلان اذا بالامكان، ندخل السفراء يعني بشكل منفصل، اعتقد ان الموضوع سيكون اسهل والتواصل يعني حيكون انجح ان شاء الله. نخرج فاصل الاعلان ونكون مع ربما احدى السفراء او السفيرات عن طريقك دكتور فتحي لو سمحت بعد الفاصل. تدعوكم محل تبسي للعرائس لمشاهدة أرقى مجموعة من بدلات العرائس للموسم 2015 لمصمم الأزياء الأمريكي العالمي ديفيد تاتيرو لمدة 3 أيام فقط، 14 15 16 نوفمبر حتى نهاية هذا الأسبوع فقط. سارعوا واحجزوا مواعيدكم بالاتصال على تبسي برايدل للعرائس على الهاتف 248-669-9999 خصم خاص من خلال العرض فقط $250 على أي بدلة عرس. الأسعار متميزة تبدأ ب $1,700 فقط. 14 15 16 نوفمبر سارعوا واحجزوا موعدكم على الرقم 248-669-9999. Betsy's Bride and Formal presents designer David Tatero 2015 Bridal Collection Trunk Show in our store in West Bloomfield that is going on November 14th, 15th, 16th by appointment only. Please call 248-669-9999. Appointments are limited. Wedding gowns starting at $1,500 and there will be also a $250 Trunk Show special. Please call 248-669-9999 to make your appointment today. Dr. Opata Al-Suhaili is a diabetes and endocrinology specialist with over 12 years of experience in medical research dealing with diabetes patients. Dr. Zuhaili lectures in many American and Arab universities about the latest research and studies related to diabetes. Al-Zuhaili Medical Centers are fully equipped to provide you with the best in medical treatment. Whether Arabic or English, our staff of medical professionals speak your language and can provide for your comfort and care. You're always welcome at Al-Zuhaili Medical Centers. Please visit our Southfield location at 27207 Losser Road, and for appointments call 248-809-5988. That's 248-809-5988. قافلة السفراء الأولى
عالميا تضم العديد من السفراء ممن يحملون هموم أوطانهم. هذه القافلة تحت عنوان الدبلوماسية الموازية في خدمة القضية الوطنية تنظمها الجمعية الصحراوية للتضامن بنانسي ومندوب المعهد الكندي للعلوم الصحية في المغرب. يقول مولاي حفيظ الفاضل المشرف على القافلة أن الهدف من القافلة هو إبراز مجهودات ومنجزات الدولة في الأقاليم الجنوبية وخلق أواصر تعاون مع المنظمات والمؤسسات التي ينتمي لها السفراء وشحذ الدعم للقضايا الوطنية وتفعيل دور الدبلوماسية الموازية. أيضا يقول إن القافلة تتكون من سفراء النوايا المؤسسات الأممية والاتحاد الأوروبي، المنظمات الدولية والبرلمانية، وسوف تتعرف على مدينة العيون المغربية والمنشآت التي تتوفر عليها في جميع المجالات. أيضا أوضح أنه سيتم تنظيم لقاءات مع مسؤولين من المدينة ومناقشات موضوعات تتعلق بإدارة وتنظيم المؤسسات والتعرف على التراث الثقافي والفني بالمنطقة. يشارك في القافلة كما أشار الدكتور فتحي الناطور 20 سفير يمثلون 17 دولة من الاتحاد الأوروبي وأمريكا والدول العربية. هل معنا الدكتور فتحي الناطور؟ نعم دكتور فتحي. معك نعم. ومعنا الزميلة رندا من بيروت، يا ريت نستغل الوقت وهي جاهزة معك. تمام رندا، أرحب بك من بيروت، تفضلي إليك الرسالة مباشرة. يسعد صباحك عزيزتي. صباحك. صباح النور من بيروت، وصباح النور لك يا عزيزتي سعادة الدكتورة رندا من بيروت، تفضلي. بالحقيقة أنا بدي أوجز، يعني ما بدي أحكي عن نفسي، بدي أحكي عن مشاركتي. يعني أنا لما عرض الموضوع علي حسيت أنه فعلا في حركة عم تتقدم على الآخرين، لأنه هيدا طرح جديد، ونحن كلنا بالعالم العربي عم نعاني من مشاكل عديدة، مشاكل شبه موحدة إذا بدنا نجي ندرسها، منلاقي أنه قضايانا واحدة، وجعنا واحد. كما أسلفتي حضرتك قلتي الموت المجاني اللي عم نشوفه كل يوم للأطفال والنساء، هالموت المستهلك للبراءة. نحن بدنا نوصل صوت أنه نحن بدنا سلام، بدنا سلام حقيقي، مش تحت مظلة الديمقراطيات تصير في عنا هالمجازر اللي عم نشوفها. صوت يمكن عم نضيء شمعة وسط هذا الظلام. حلم، إذا بتحبي نسميه حلم، لو تكون هالخطوة إن شاء الله. نعم تكون هالخطوة إن شاء الله مثمرة، وتكون مجرد نقطة بخطوات تانية، نزور عواصم تانية، نزور مدن تانية، نقرب أكثر من قضايانا ونوصل صوتنا. يعني نحن من آمن بالنضال السلمي لا عنف، بأنه بحق كل الناس تكون إلى حياة جميلة على هالكوكب اللي ربنا أنعم علينا فيه. رسالة جميلة نحتاجها سيدة رندا، في ظل ما تشهده المنطقة العربية من نزاعات أدت إلى كوارث إنسانية أولا. شكرا لك على المشاركة، وشكرا لك على التواصل مباشرة مع جمهورنا العربي والأمريكي للإطلاع على رسائل مختلفة من سفرائنا حول العالم. تحياتي لك وشكرا لك. تفضلي. أنا بدي أشكر القيمين على هالموضوع، وأشكر مبادرتك يلي هي أول صوت عم يطلع من عندك، وأنت فاهمة وجعنا. حييكي وبحيي الجميع. وأنا بحييكي أيضا سيدة رندا، وأتمنى أن ألتقيكم إن شاء الله قريبا في المغرب. تحياتي لك، إلى اللقاء. شكرا لك دكتور فتحي. نعم أنا معك، وأنا مع الآن الدكتور حيدر من بغداد، يا ريت إذا عم بسمعنا. نعم أسمعكم. دكتور حيدر أرحب بك من العراق، العراق الجريح الآن كما يحلو للبعض أن يسميه، لما يشهده من نزاعات طائفية وأيضا يعني مشاكل سياسية، وأنت ابن العراق، كيف ترى مشاركتك في هذه القافلة؟ لماذا قررت المشاركة، وما هي الرسالة التي تود أن ترسلها إلى العالم؟ في البدء تحية إلى مستمعي راديو صوت العرب الأمريكي، وإلى كادر البرنامج الإعلامي إلى الحسيني، وإلى كل من يعمل لأجل حقوق الإنسان ونشر ثقافة السلام في العالم. الهدف، هدفنا في دخولنا مشروع قافلة السلام جاء نتيجة الوضع الذي نعيشه في العراق من عنف طائفي واقتتال، وكانت الحاجة ماسة إلى مثل هكذا مشاريع. لأننا نجد أن التحركات الرسمية أصبحت شبه روتينية،
ولم ترى حلول لقضايا العنف وانتهاك حق الإنسان. فلذلك وجدنا أن هذا المشروع فرصة حقيقية للتحرك الجدي والعمل الفعلي لأجل تلك القضايا. تأتي مشاركة أيضا في مشروع القافلة في السفارة النواة الحسنة في العالم، بتضاف الجهد مع شخصيات دولية وناشطة في مجال حق الإنسان ونشر ثقافة السلام وشخصيات إعلامية مرموقة. بعد دراسة هذا المشروع من قبل السفير مولاه حفيظ والدكتور فتحي ناطور وتم دعوة الشخصيات المشاركة فيه، تولدت العديد من الأفكار والقضايا المهمة التي تحتاج من جميع المهتمين في قضايا حقوق الإنسان والسلام والعمل عليها لإيجاد حلول مناسبة لها بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. وأنا كعراقي مؤكد لدي العديد من المواضيع البالغة الأهمية، ومنها الإرهاب الذي يفتك بالعراق منذ أكثر من 10 سنوات، ولحد هذه اللحظة لم نجد أي حلول حقيقية لتلك المشكلة، مجرد اجتماعات دولية وغير دولية ولم نجد حلول، بل بالعكس نجد أن العنف يزداد والإرهاب يزداد والضحايا تزداد بالآلاف. إذن نحتاج عفوا المقاطعة سيدي وسريعا، نحتاج إلى وقفة لمثقفين لناشطين لمبادرات كما هذه المبادرة الرائعة عبر الدكتور فتحي الناطور وأيضا مولاي الحافظ، وأيضا مشاركة لحكومة المغرب رعاية ومشاركة، ونوجه تحية لملك المغرب على احتضانه طبعا هذه المبادرة. سيدي الكريم، يعني مبادرة السلام لافت للنظر أنها تضم باقة عربية، يعني معظم المشاركين يعني من دول عربية. هذه البادرة ستكون رسالة قوية إلى العالم. باختصار، ما هي رسالتك أنت ابن العراق؟ رسالتي هي أن ننطلق من وسط العنف الذي يحدث في العراق، ننطلق برسالة السلام إلى العالم العربي، لنتضافر جهود واحدة كأخوة عرب للقضاء على العنف والطائفية، لنعيش في سلام في هذا الوطن الذي يسمى وطننا الكبير وطننا العربي. شكرا لك سيدي على المشاركة، على أمل أن نلتقيكم جميعا في المغرب إن شاء الله. دكتور فتحي، إليك. نعم، أنا أنتظر مولاي حفيظ للدخول على الاتصال، وأيضا أتمنى أن تكون سعادة السفيرة عهود شكرجي عم تسمعنا. أيوة دكتور، أنا معك. لك المايك أستاذ ليلى. سعادة السفيرة عهود، أرحب بك عبر صوت العرب من أمريكا، ومرحبا بك مطلة على جمهورك في أمريكا. أهلا بك سيدتي، أهلا بك سيدتي، وإليك. ما هي أسباب المشاركة لمستمعينا؟ كيف ترين هذه البادرة الرائعة؟ وكيف، ما هي رسالتك باختصار؟ بالأول نقول لكم صباح الخير لكل أهلنا العرب والعراقيين في أمريكا وكل العالم العربي. أحب أن أعرف بشكل سريع عن نفسي. أنا سفيرة النواة الحسنة للمعهد الكندي للعلوم الصحية وحقوق الإنسان والسلام، ناشطة اجتماعية وحقوق إنسان، منسقة دولية تنظيم لقاءات وندوات. ألو؟ نعم، نستمع سيدتي، تفضلي. متخصصة في تصميم الأزياء والجرافيك ومونتاج، ومتطوعة ومهتمة في رعاية ومتابعة قضايا ذوي الأسرة والمفقودين والعائلات اللاجئة في أمريكا. رسالتنا بالأول يعني مشاركتك المبادرة نفسها لو سمحتي سريعا سيدتي، لنفتح المجال لباقي السفراء بالمشاركة. نعم. كيف ترين المبادرة في هذه القافلة الدولية؟ هل هذه المبادرة ربما تصل صوت وتسلط أضواء على الأحداث التي تجري الآن في العالم العربي، وتواجد هذا الكم من المثقفين ممن لديهم حضور قوي في مجتمعاتهم؟ تفضلي. بلا شك سيدتي انه كل هذه المبادرات التي تاتي من صلب الشعب، من داخل الشعب، من داخل المجتمعات، اعتقد انها اهم من مبادرات الحكومات اللي تصير، لانه كما نرى ان في كل الدول العربيه فيها مساوئ وفيها فيها لاجئين، فيها نازحين، فيها قتلى، فيها شهداء، فيها سجناء، فيها مظلومين، ولم نجد أي شيء، يعني أي مبادرة حكومية من أي دولة للناس نفسهم. هذه المبادرة الأولى التي ربما تسلط الضوء عالميا. أنا جدا متحمسة لهذا الموضوع، ورسالتي أنه أنا أتمنى أن أقوم بمساعدة اللاجئين والنازحين
في كل الدول العربية، الفقراء، ذوي الدخل المحدود، المعوقين، مرضى السرطان، هؤلاء كلهم يجب أن يكون لهم اهتمام على الأقل من يعني من الناس نفسهم، من رجال الأعمال، من الأغنياء في العالم. يعني هذا أكثر شيء أنا أبحث عنه، وأتمنى أن أكون في داخل في 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 على الأرض هناك، حتى على الأقل باستطاعتي أن أزرع بسمة للوجوه لوجوه الأطفال اللي فقدوا أذويهم وفقدوا كل ما يملكون، ويفترشون الأرض ويتلحفون السماء. يعني هذا كل ما بوسعي، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن. أتفق معك سيدتي سيادة السفيرة عهود الشكرجي، سفيرة المعهد الكندي وكاتبة دائرة الهجرة من أمريكا، أشكرك على هذه المشاركة. يعني هناك الأموال تصرف من قبل العديد، لكن المبادرات الكبيرة غائبة إلى الآن. أشكرك سيدتي، تحياتي لك. شكرا لكم. دكتور فتحي، بعد الفاصل ينضم إلينا أيضا سفراء من حول العالم. هذه القافلة، هذه الرسائل الصباحية، أعتقد أنها تسعد مستمعينا في أمريكا وفي العالم العربي. أشكركم على المبادرة والمشاركة. بعد الفاصل نعود إليكم. تدعوكم محلة بيبسي للعرائس لمشاهدة أرقام مجموعة من بدلات العرائس للموسم 2015 لمصمم الأزياء الأمريكي العالمي ديفيد تاتيرو لمدة 3 أيام فقط، 14 15 16 نوفمبر، حتى نهاية هذا الأسبوع فقط. سارعوا واحجزوا مواعيدكم بالاتصال على بيبسي برايدل للعرائس على الهاتف 248-669-9999 669-9999. خصم خاص من خلال العرض فقط $250 على أي بدلة عرس. الأسعار متميزة، تبدأ ب $1,700 فقط. 14 15 16 نوفمبر، سارعوا واحجزوا موعدكم على الرقم 248-669-9999. Betsy's Bridal Formal presents designer David Tatero 2015 Bridal Collection Trunk Show in our store in West Bloomfield, that is going on November 14, 15, 16th by appointment only. Please call 248-669-9999. Appointments are limited. Wedding gowns starting at $1,500, and there will be also a $250 Trunk Show special. Please call 248-669-9999 to make your appointment today. Life for Relief and Development is a nonprofit charity that has been providing humanitarian aid and development to people and communities regardless of race, color, religion, or cultural background for over 22 years. When disaster occurs here or around the world, Life rushes to provide food, medical aid, and shelter to those in need. Life also has development projects to provide medical relief, water purification, educational programs, relief for orphans, and much more. Your help and support can greatly improve these efforts. All donations are tax deductible. For more information, please visit our website at lifeusa.org or call 248-424-7493. That's lifeusa.org, 248-424-7493. عودة إلى برنامجنا هذا الصباح، ومعنا قافلة جميلة ومجموعة رائعة من السفراء حول العالم، وأيضا مبادرة طيبة من الدكتور فتحي الناطور ومولاي الحافظ حقيقة لجمع هذا الكم من السفراء لتسليط الأضواء على قضايا إنسانية. دكتور فتحي، ما المعنى الآن؟ معنا الآن السفيرة بشرى الهوني، وهي من السفيرات والإعلاميات المتميزة، وهي طبعا من ليبيا، ليبيا التي تمر في ظروف قاهرة، وأيضا هي تتحدث لنا الآن من تونس. ياريت أن يكون عندنا الرسالة واضحة زميلة بشرى، تفضلي. نعم دكتور فتحي. القافلة كما سبق أن قلت هي مبادرة رائدة وفرصة جيدة تتوفر من خلال سعادة السفراء لإيصال كل منهم يوصل رسالة عن بلده. بالنسبة لي أنا كليبية
أريد إيصال صوت الليبيين للعالم، تسليط الضوء على الانتهاكات التي تحدث في ليبيا، سواء المسلطة على المدنيين أو الإعلاميين في ظل الخطف والتقتيل والتعذيب الذي يتعرض له الإعلاميون، كذلك انتشار الجريمة والغياب التام للعقاب. بصراحة ظروف جد صعبة وجد قاسية التي تمر بها ليبيا في ظل غياب إعلامي تام، زي ما قلت بسبب الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون. فمشاركتي في القافلة حتكون فرصة حتى أوصل صوت من لا صوت له إلى العالم. رائعة سيادة السفيرة، هذه الرسالة القوية والمختصرة إلى العالم. سيدتي، مشاركتك كيف ترينها؟ يعني كيف تلقيتي نبأ المشاركة؟ سريعا لو سمحتي. خبر المشاركة طبعا شيء بقدر ما فيه فخر واعتزاز وفرصة كما قلت حتى أوصل صوت الشعب الليبي، بقدر ما هو تحميل لي مسؤولية كبيرة أن يجمع صوت شعب كامل في شخص. فنحن كسفراء نوايا حسنة موازين للسفراء الرسميين، وهذا يحملنا مسؤولية أكثر. أستاذة بشرى الهوني من ليبيا، سفيرة المرأة والإعلام والإعلامية المتميزة، أشكر لك حضورك معنا من خلال صوت العرب من أمريكا، وإن شاء الله نعد أن يكون لنا تواصل إلى أن تحين موعد القافلة في 17 ديسمبر. إن شاء الله يكون لنا معكم لقاءات متتالية. دكتور فتحي، إليك. شكرا لك سيدتي. دكتور فتحي، شكرا أخت لي. نعم معك أنا حقيقة، أتمنى أن أسمع من معنا الآن من زملائنا، لأن شبكة العلاقات والاتصالات صارت كبيرة. نعم، يعني تواصل وحضور جميل، وطبعا يعني 20 سفير وسفيرة من كل أنحاء العالم، جهد متميز يضاف إلى جهدك دكتور فتحي الناطور معنا هذا الصباح. يعني هذا الكم من نجمعهم حول العالم. كنت أتمنى أن أستمع من الأستاذة مجد خلف أيضا من تورنتو، الدكتورة ناهد الآغا أيضا تغيب عنا، بوجه لها تحية كبيرة، ممثلة الإعلام السعودي والرائدة في الإعلام، ولها يعني خطوات رائدة في مجال البرامج التي تتناول قضايا المرأة السعودية أيضا، غابت عنا هذا الصباح. من معنا؟ أعتقد انضم إلينا أحد السفراء الآن دكتور. معنا الآن، أنا سعيد جدا، سعادة البروفيسور الدكتور محمد غنايم، اللي هو الآن سوف يحدثنا من سوريا. السورية البلد العربي الأصيل الذي يعاني الكثير. لن أتحدث كثيرا، سأترك المجال لك وله الحديث وإعطاء رسالة رائعة. أعتقد أننا سنختم برنامجنا برسالة رائعة من الدكتور غنايم. هناك صدى في الخلف دكتور. دكتور غنايم معنا. طيب دكتور فتحي، لو سمحت أن ندخل فقط دكتور غنايم معنا. نعم، أعيد وأكرر، هل لك أن تفصل دقائق قصيرة؟ تفصلنا عن نهاية البرنامج، هل لك أن تفصل جميع المشاركين ونختم؟ نعم. معك ومع سيادة السفير غنايم لو سمحت. نعم نعم. من سوريا طبعا أعود وأسلط الضوء على هذه القافلة، وأذكر أنها ستكون إن شاء الله في الفترة الانتقالية ما بين 17 إلى 20 ديسمبر، وبرعاية متميزة لحكومة المغربية و تحت عنوان الدبلوماسية الموازية في خدمة القضايا الوطنية. تنظم هذه القافلة من قبل الجمعية الصحراوية للتضامن بنانسي، وأيضا عن طريق المعهد الكندي للعلوم الصحية في المغرب، وأيضا سعادة السفير مولاي حفيظ الفاضل الذي وضع يعني جهود كبيرة جدا، أشكره على هذه الجهود لجمع كل هؤلاء السفراء والعمل على إبراز دور القافلة وأيضا توجيه رسالة إلى العالم في وقت نحتاج هذه الوقفة لمثقفين، لناشطين، لحقوقيين، لإعلاميين عرب، أن يكون لهم دور بارز ليس فقط من خلال مجتمعاتهم، ولكن أيضا أن يكونوا كيد واحدة في إبراز هذه المشاكل التي تعصف بعالمنا العربي وتسبب العديد من الكوارث. أتمنى أن يعني يكون تواصل من الدكتور غنايم
كنت أحب أن أستمع إلى رسالة سوريا، طبعا سوريا البلد الحبيب، سوريا الحضارة، سوريا الثقافة، سوريا يعني وجع ربما السوريين ووجعي أنا شخصيا ما يشهده بلدي الحبيب الآن من كارثة إنسانية لم يشهدها التاريخ برأيي شخصيا، من تهجير وعنف وللأسف استمرار الانتهاكات لحقوق الإنسان في هذا البلد. يعني أتمنى أن تكون رسائلنا إلى العالم أيضا تسلط الضوء على المشهد السياسي في بعض البلدان التي ما تزال تشهد هذه الكوارث الإنسانية كما تسميها. للأسف لا أدري إذا كان بإمكاننا التواصل مع دكتور فور لدقائق قليلة يعني، لكن نعد باستكمال هذه الرسائل إضاءة على مسيرة وأهداف قافلة السفراء النوايا الحسنة. هؤلاء السفراء الذين اختيروا من جميع القارات، مختلف الطبقات الاجتماعية، القطاعات الاقتصادية المختلفة، جهودهم خيرة، يودون الترويج لقضاياهم الإنسانية. نشكر حكومة المغرب شعبا، نشكر المغرب حكومة وشعبا على الموافقة على هذا المشروع، لكون الحكومة المغربية تساهم دائما في أنشطة ثقافية فنية اقتصادية طبعا، وتدعم أي مبادرة تحترم القانون العام للدولة. أتمنى أن تكون الكلمة النهائية معنا للدكتور فتحي. دكتور فتحي، في أقل من نصف دقيقة كلمتك النهائية على وعد أن نستكمل حوارنا مع السفراء، تفضل سيدي. رسالتي للجميع أن هذه المبادرة هي مبادرة عظيمة ويعتمد نجاحها على وجود جميع السفراء. نحن جاهزون للإعلان عن المنظمة الدولية للسلام العالمي التي ستكون إن شاء الله هي التي تحتوي نخبة سفراء العالم ليبدأوا بالعمل على الأرض مباشرة في توفير الدعم في كافة المجالات ولتوفير كافة الإمكانيات لهم، وهي الإمكانيات التغطية القانونية وجوازات الدبلوماسية والبطاقات وأيضا الدعم المالي، لأن جميع المنظمات تعمل إعلاميا ولكن على الأرض ليس لها أي بصمة. أتفق معك دكتور، أتفق معك، المشهد السياسي يستدعي منا كمنظمة لنوايا الحسنة أن نعلن نوايانا، نشهرها ونتحول من القول إلى الفعل. يجب أن نحمل على عاتقنا رسالة إنسانية مفادها العمل الجاد للتخفيف عن ألام أمتنا العربية ودعم جهودنا الدولية في ذلك الشأن. أشكرك دكتور فتحي الناطور على هذه الإضاءة، وأعد أن نستكمل حوارنا إن شاء الله مع السفراء من حول العالم قريبا جدا، وإلى أن يحين لقاؤنا في المغرب. تحياتي لك من الولايات المتحدة الأمريكية، أشكرك، إلى اللقاء. شكرا لك ولجميع.